للاستاذ للاستاذة مثلا او يصلحوا شي حاجه ولا هكا، واش الجمعيه اللي كتصاوب دخل تصاوب داك الشيء ولا تلاميذ؟ داخل القسم، داخل القسم. شكرا بداية أود أن أتقدم بجانب الشكر للجمعية المنتهية صلاحياتها، وكما سبق الدين كما قلنا أن بعض الأعضاء الجمعية ما كيأديوش الواجب ديالهم، هذا كان نقطة أولى. وثانيا كنستفسر الجمعية على التأخير اللي دارته في عقد الجمع العام الجديد المكتوب ديال الجمعية اللي كيتمر عليه عام وشهر و24 يوم وشهرين و24 يوم عفوا. وكان من هذا المنبر كنحيي الاعضاء الشاغرين، وبالمناسبه او استفسار من الجمعيه على الفوتوكوبي اللي كانت كما كان قال لي السيد الرئيس كانت بين شراكه بين الجمعيه ومؤسسة سوكرافورد، ياك السيد الرئيس هكا، وكانوا بعض التلاميذ كيبغيو يديروا الفوتوكوبي والاساتذه كيقولوا لهم جيبوا الفلوس باش ديروا الفوتوكوبي. ثانيا المراحيض في الملحقه نتاع قراقشه اللي ما كتوفرش على المراحيض. التساؤل ديالي عباره عن واحد التساؤل بسيط للاستاذ امين المال، هو تكلم على مجموعه من المصادر ديال الدخل ديال الجمعيه، يعني مصادر بسيط، واش ما كيحاولش انه ما كيحاولش الجمعيه انها تحط لها مجموعه من المصادر، يعني ما غاديش تقتصر على محسنين او يعني كان ما كنعرفوا هذا الوقت شويه قصح، حتى على مصادر يعني مصادر مثلا من السكر والفوار اللي كنستافدوا به حنا غير ريحه، نحاولوا نستافدوا منه نشوفوا يعني مصادر كبيره ماشي يعني محسنين وهذيك يعني الدخل ديال تسجيل التلاميذ يعني ديال بدايه السنه، يعني هذا هو التساؤل ديالي. ديال سوق الجمعية أين وقاش غادي تبدا الملحقة ديال سيدي منصور؟ فهمت؟ أمس إي توقيت فيها أزيد من 130 دار، والتلاميذ ديالها صغار، يعني الناس ديالها الأغلبية اللي ما عندوش ولادو كبار ولا غير صغار، ما كيلقاش مع من يصغدهم ومع من يوصلوا لنا على حساب الطريق وعلى حساب اي حاجه اخرى. كاملين راه جينا هنا راه باش نوقفوا على الامور ديال وليداتنا، راه ما تجوزش نصيفطوا ولدي للمدرسه ونسمح فيه، راه جمعيه الاباء مهمه في المنظومه التربويه. السؤال الاول كيقول لك واحد الاخ كيستفسر حول هذه الاصلاحات اللي كتتم في المدرسه في الاقسام، شي حاجه ضايعه في المدرسه واش يحدد لها التدابير ولا تعدلها الجمعيه ولا تعدلها المؤسسه ولا تعدلها النيابه ولا تعدلها السلطه؟ السيد الرئيس غادي يجاوبكم على هذا السؤال. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للاخوات والاخوان الاباء والامهات واولياء التلاميذ والاستاذ صلاح بن ايوبي. ونجيب على السؤال الاول وهو سؤال السي علي بن حلمي. التساؤل ديال السي حلمي هي المسؤوليه داخل القسم، واش يعني السؤال داخل القسم يعني كنعتبروه داخل المؤسسه، داخل القسم ولا داخل المؤسسه يعني داخل اسوار المؤسسه؟ يعني كان السؤال ديالو هي دري كيوصل ربع سنين ما كيعرفش الفرنسيه، ويعني وكان تعثر كبير في التلاميذ في الدروس، يعني هذا هو اللي تكلمت عليه في واحد النقطه اللي ما كنتش عاقل عليها في التقرير الاعدادي، هي اللي خدمنا عليها باش غادي نديروا التعليم الاولي، قلت نديروا التعليم الاولي على المستوى الحي باش الدراري ملي يجيو للمدرسه كيكونوا مؤهلين، ما غاديش يجي عادي يبقى يتعلم، يجي معلم شويه ديال الفرنسيه شويه ديال العربيه، وهذيك الساعه باش غادي يوصل القسم الرابع كيكون لاباس به، هذه خدمنا عليها، ولكن راه ماشي ساهل باش غادي تخدم على 10 نقط تنجح فيهم 10، لا يمكنش، خدم على 10 يمكن تنجح في 3، يمكن تنجح في 4، يمكن تنجح في 5 الى ربي عاونك، ولكن باش في 10 ما يمكنش. يعني المسؤوليه داخل القسم كيبقى الاستاذ والتلاميذ داخل القسم، المسؤوليه ديال الاستاذ بوحدو، ما كانش شي واحد اللي كيتحمل المسؤوليه
داخل الفصل مين كيكون داخل الفصل يعني ماشي مين كيكون داخل الفصل الاستاذ مع التلاميذ ديالو واخا يجي الوزير ما عندوش حق يدخل عند الاستاذ الا داز عند المدير وداز هو المدير عند الاستاذ وكتقول لي تعاقد قرا عند الاستاذ ما عندش شي واحد حق يدخل عنده الا ما كنتش المدير ديالو صار رئيس المجلس ديالو واخا يجي النائب خاصو يدوز للمدير باش تعرفوا باش تكونوا عارفين القضيه الاستاذ اللي يكون في القسم ديالو ما عندش شي واحد حق يدخل عنده الا الرئيس المباشر ديال المدير المفتش ديالو واخا يجي الوزير ولا النائب الاقليمي ولا المدير الاكاديمي ولا ما عندوش حق يدخل عنده باش تعرفوها يعني المسؤوليه ديالو بوحدو مع التلاميذ ديالو الا كان كيبغي يدير شي نشاط يعني بغي نشاط ماشي غادي يقول للدري يصلح واحد القضيه لا يعني غادي يقول ليه يعلمو يعني يعتمد على نفسه ولا كان ما حتى شي مشكل ولكن باش غادي يخدموا الله لا راه ماشي هكا تسمعوا هذا السؤال نطلب الله زعما نكون جاوبت مزيان على السؤال هذه الا كان الاستاذ تبع التلاميذ ديالو كان وافقوا له الاسر وافقوا له بالله ما غاديش مبادره ويعلم الدراري يديروا المبادرات نعم ماشي هنا فين دابا هذا كيجلس قدام ما عطيتنيش لا 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 هذا حيث التلميذ هذا ما حطوش لا ماشي جيب حطوش ولكن اسمح لي اسمح انشطه ماشي حاجه ماشي شكرا 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 هو قال لي ما جديش نحيدك من هذه البلاصه نرضى عليك نرضى عليك نرضى عليك نرضى عليك نرضى عليك شوف ما عندوش نرضى عليك شوف واحد السؤال الثاني الاخ طارق السؤال ديالو يقول العمل تعثر ديال اداء واجب يعني التعثر ديال الاخوه المكتب يعني ما كيقوموش ما كيديروش الواجب ديال المهام تاعهم داخل المكتب هذا سي طريق هذا ضمير يعني انا ملي غنتكلفني بواحد المهمه هذا الضمير ديالي هو اللي كيوفقني الا سمح لي الضمير ديالي انا غادي نشبع نعاس وما نخدمش الا ما كان الضمير ديالي هو اللي غادي يخدم يعني ما يقولكش انت غادي تجعل وعدك الجمعيه والله جديد العطاء والله رحمه والله ما عرف غادي تسيب عليهم تخدمهم تسيب عليهم راه ما يمكنش راه الا ما كانش ضميره حي راه ما غاديش يخدم كان ضميره ميت خليه ما غاديش يعني يعطيك في المسائل ديالك حضور الكريم واقول مره اخرى باسم الجمعيه ادعو أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أن يصاحبوا أبناءهم ويراقبوا أبناءهم والاتصالات الدائمة مع الأساتذة هذه وصية الجمعية كتقول لكم خصكم ما تصيفطش لولدك للمدرسة وبس هو الأخوة المصريين صيفط ولدك وتتبع المسيرة ديالو صيفط بنتك وتتبع المسيرة ديالها أجي عن سؤال مستاذ سولو كيفاش داير هاد التلميذ السلوك ديالو كي داير في القرايه ديالو اجيو عند الاساتذه عندكم حق اتصلوا بالاساتذه برئيس الجمعيه بمدير المؤسسه راه هذا حق تجيو عند وليداتكم وتسولوهم اسمعي اختي خاصكم تجيو عند وليداتكم وتسولو وتبحثوا عليهم وتتبعوهم كنشكركم مره اخرى وغادي ننتقلوا واش متفقين ننتقلوا للتكوين ولا باش نكونوا المكتب الجديد الاخوان دابا عطونا شويه من الضبط باش الامور تكون بخير شويه السؤال باش نسايو دغيا دابا الاخوان اللي بغاو يتقدموا للمكتب الجديد نقيدوهم